فإن شهر رمضان هو شهر الكرامة وشهر الإحسان وشهر التفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بأن يضاعف لهم الأجر ويضاعف لهم الثواب. وإذا كان الشهر كله هكذا فإن هذه المعاني من الكرامة والإحسان والمن والتفضل من الله سبحانه وتعالى على العباد تكون أكثر ما تكون في العشر الأواخر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تخبر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويحيي ليله ويوقظ أهله. وهذه الأعمال وإن كان رسول الله قبل ذلك في العشرين الأوائل يخلط الصلاة بنوم أو العبادات جميعا بنوم، يعني بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذها شيئا فشيئا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما لعلمه بفضل العشر الأواخر من شهر رمضان، وأيضا لكي يعطي الأمة الدرس في استثمار هذه العشر الأواخر فيما تبقى من زمن في هذا الشهر الفضيل. ولهذا فإن هذه العشر الأواخر تظهر أهميتها وفضلها من عدة نواحي. الناحية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في العبادة فيها، ومن ثم فإننا نحن الصائمين نحن مطالبون بأن نكثر من العبادة في هذه العشر الأواخر صلاة وتصدقا وإحسانا إلى الناس وتلاوة للقرآن الكريم وقياما لليل وصلاة للتهجد إلى شتى الأنواع التي يمكن أو شتى أنواع العبادات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان وأن يكثر من العبادة فيها في هذه العشر الأواخر.